طيب احنا دلوقتي هنعمل تيراميسو. هي سهله جدا. طيب اول حاجه احنا هنستخدم حاجه اللي هنعمل فيها هتبقى زي دي، يعني هي يفضل تبقى شفافه عشان الشكل بيبقى حلو. فدي هنستخدمها. اول حاجه بنبدأ نستخدمها هي الويبنج كريم او الويبنج توبينج. انا بجيب بتاع بريم دي. بنقدر نستخدمها، بنعملها يعني هي المفروض طريقتها تتعمل باللبن. فبنبدا نحط شويه في يعني احنا دي كيس كبير، لو جايبين كيس اصغر من كده اللي هو بيكفي حاجه واحده بنستخدم الكيس كله، لو ده بنستخدم الكميه اللي احنا محتاجينها يعني. فطبعا لو في الاول لسه مش عارفين نظبط الكميات بنجيب الكيس اللي هو بيكفي حاجه واحده او ريسيبي واحده فبنستخدمها. دي الكميه اللي بتبقى في كيس واحد. اوكي احنا المفروض بنبدا نضربها بمضرب بالمضرب البيت. بنحط اللبن، طبعا بتاخد كميه لبن مش السنه اللي انا حطيتها دي بس، تاخد اكتر من كده، بس انا بحط شويه صغيرين وببدا اضربهم، وبعد كده بحط شويه لبن تاني واضربهم لحد ما يعني اوصل للشكل اللي انا عايزاه. فهنبدا كده نضربهم. شويه لبن كمان، شويه لبن كمان، بس ما بنحطش لبن كتير مره واحده عشان ما يبقاش ان احنا نضربها صعب او فجاه نلاقيها سايبه مننا قوي ونحتاج نزود من الباودر تاني. فانا عموما بعملها شويه بشويه. هفضل ازود لبن لحد ما الكميه تبقى قد ما انا عايزه. طيب انا هفضل ازود لبن لحد ما الكميه تبقى قد ما انا عايزه. هضرب واقول لكم استخدمت كميه لبن قد ايه بالظبط. طيب كده انا حطيت على الكميه تقريبا نص كوبايه لبن لحد ما وصلت لان هو عامل كده، وبرده الكميه اللي انتوا شايفينها دي. اوكي طبعا حاليا اللي بنعمله دلوقتي احنا تيراميسو بتبقى طبق بسكوت وطبق تاني اللي هو الفيلنج او اللي هو الويبنج كريم يعني اللي بيتحط، فهو ده اللي احنا بنعمله حاليا. بس احنا دلوقتي خلاص حطينا عملناه ضربناه وصلنا اللي هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له. بعد كده بنحط اللبن المكثف، في طبعا كذا نوع بغض النظر عن البراند، يعني نقدر نعمل البراند اللي احنا نختار البراند اللي احنا حابينه. بنحط الكوندنسد ميلك على الويبنج كريم بعد ما ضربناها، والويبنج كريم الى حد ما سايل شويه، فاحنا محتاجين برضو نضربه مع الويبنج كريم. فاحنا هنحط كل العلبه وبعد كده نبدا نضربه. هنبدأ بقى نضرب الكوندنس ميلك مع الويبنج كريم. هتلاقوا لونه ابتدى يبقى يعني بيتغير زي لون الكوندنس ميلك، او هيبقى ميكس ما بين اللون الابيض ده واللون بتاع الكوندنس ميلك. لما حطينا الكوندنس ميلك هنلاقي انه خف شويه، فهنضرب شويه لحد ما يعني قوامه برضو يبقى اتقل سنه من كده.
طيب دلوقتي احنا ضربناهم لحد يعني هو تقل شويه عن الاول، بس طبعا هو مش هيتقل قوي زي كان في الاول يعني. طيب بعد كده هنحط الكريم كراميل الباودر بتاعته اللي بتكون جاية دي. دي اكشلي مش لازم نستخدمها، يعني مش لو ما استخدمناهاش الموضوع هيبوظ، لا بالعكس. طالما في كوندنسد ميلك هي الباودر دي بتدي طعم وبتدي تقول شويه للميكس، بس لو حاطين كوندنسد ميلك ممكن نستغنى عن ده شويه. برضو احنا برضو هنا الموضوع فيه اوبشنز كتير، يعني احيانا ممكن ما استخدمش كوندنسد ميلك لو مش عندي عشان ما نعقدش الدنيا، وبنحط بس الباودر بتاع الكريم كراميل، بيبقى الموضوع كله ويبنج كريم وعليها الباودر بتاعه الكريم كراميل. ده بيخلي يعني موضوع ابسط شويه عشان نبقاش معقدين الدنيا. وبحط سنه فانيليا، طبعا لو ما فيش سيرب بنحط ممكن باودر بتديها طعم حلو. بس فاحنا عندنا كل الاوبشنز، يعني هو اهم حاجه الويبنج كريم ويا اما معاها الكريم كراميل باودر او معاها الكوندنس ميلك. طبعا في حاجه تانية بنحطها، بس الاول هنضرب الكريم كراميل باودر والفانيليا وهرجع اقول لكم هنحط ايه. كده انا ضربناهم مع بعض، هتلاقوا برضو الميكس ممكن تقل سنه صغيره قوي. طبعا البودر بتاعت الكريم كراميل احنا حطينا بالظبط معلقتين كبار. طبعا لو مش بنستخدم الكوندنسد ميلك الافضل ان احنا نكتر الباودر شويه، ويعني هنكترها شويه عشان تدي طعم اكتر. لو حاطين كوندنسد ميلك احنا اصلا ممكن نستغنى عن الكريم كراميل باودر. الخطوه الجايه وهي ان احنا نحط جبنه كيري. طبعا دي اوبشنال برضو، يعني البيزك بتاعه ممكن اصلا نخليها ويبنج كريم والكريم كارميل او ويبنج كريم وعليها الكوندنس ميلك وبس. بس الجبنه الكيري بصراحه مهمه لان هي بتخلي الميكس شويه ريتش والقوام بتاعه اتقل شويه، بتدي طعم حلو. فطبعا بنستخدمها. الكميه قد ايه؟ احنا لو هنعمل الكميه اللي عاملينها دي بنحط عليها 6 وحدات. ممكن تقللوا شويه، ممكن تكتروا اكتر، يعني برضو الحاجات دي كلها اوبشنال على حسب انت بتحبي ايه اكتر بتقللي ايه. بس العادي ان احنا بنحط من 4 ل 6، بس هنحطهم ونبدا نضربهم. طيب انا دلوقتي حطيت 3 مكعبات بس وهضربهم وبعد كده نرجع نزود تاني. لو الشكل باين الجبنه ابتدت تبان شكلها في الميكس وتقلته، هنزود 3 كمان ونضرب تاني. كده زودنا كمان 3، هنبدا نضرب. لما بنضرب الجبنه بس نتاكد ان مفيش لسه حته مثلا فاضله ما اتضربتش كويس. طبعا بصوا الميكس بيختلف تماما لما نحط جبنه كيري، فهي مهمه قوي بصراحه. بص طبعا لو حد حابب ما يستخدمش جبنه كيري تمام، احنا اهم حاجه الويبنج كريم اللي في الاول، وبعد كده بنستخدم يا اما كوندنس ميلك او الكريم كراميل باودر واحد فيهم، ولو حابين نحط الجبنه بنحطها، مش حابين لا، يعني الحاجات دي كلها اوبشنال. فهو الويبنج كريم معانا اساسيه، وبعد كده الباقي ده اوبشنال، ممكن نستخدم حاجه منه واحده بس. بس طبعا ما ينفعش نستخدم الويبنج كريم
والجبنه، لان مش هيبقى عندنا الطعم الحلو. الكريم كراميل باودر والكوندنس ميلك هما دول بيدوا طعم حلو، فلازم نستخدم واحد فيهم. الجبنه هي الاوبشنال، نقدر نستخدمها او ما نستخدمهاش، احنا حرين. طيب دلوقتي ده كده الميكس. الميكس ده طبعا لو احنا عملناه ومش عايزين نعملها دلوقتي، نقدر ندخلها في الفريزر، بس لو في الفريزر هنسيبها ربع ساعة. لو عايزين نسيبها اكتر من كده بنسيبها في التلاجة، او لو عندنا اللي هو الدرج اللي في التلاجة بتاع التجميد نقدر برضه نحطها فيها، نقدر نسيبها زي ما احنا عايزين. بس لما نيجي طبعا نطلعها نستخدمها هنلاقي قوامها مسك اكتر، بس ده عادي ما فيهاش حاجة. بس دلوقتي احنا ممكن نبدأ بقى نشتغل في الطبق نفسه، ونبدأ بقى نرص ونستخدم كل حاجة. احنا طبعا هنستخدم طبعا في البسكوت ده اللي هو ده الليدي فينجرز، هو ده الاساسي اللي بيتعمل بيه المفروض التيراميسو. بس طبعا هو مش موجود في مصر على طول، ولو موجود احيانا هو غالي شوية، فطبعا احنا مش لازم نستخدم ده. لو حابين ممكن نستخدم بسكوت تاني غير ده، بس طبعا البسكوت يكون ماسك نفسه. في نوع اسمه فينجرز، تبقى علبة كبيرة كده فيها عدد كبير، ممكن نستخدمه، ده بسكوت عادي خالص. في احيانا بنستخدم لوتس بيدي طعم حلو، بس برضو اللوتس يعتبر غالي، عشان نجيب كمية تكفي طبق زي ده او الكمية دي بنبقى محتاجين يعني كمية كتير قوي من اللوتس، فبيكون برضو غالي. بس لو حابين نجيب بسكوت عادي، اهم حاجة ما يبقاش نوع البسكوت اللي هي البسكوتات اللي بتبوش، احنا عايزين بسكوت ينقي، لان احنا هنسقي البسكوت ده في النسكافيه، فعايزين بسكوت يكون مش بيبوش. بس دلوقتي بقى احنا محتاجين نعمل الحاجة اللي هتدب فيها. بنحط 4 معالق نسكافيه صغيرين في طبق، ونحط عليهم مية مش سخنة ومش ساقعة، اللي هي وارم كده سخنة بس نقدر نحط ايدينا فيها، ده عشان طبعا ندوب النسكافيه فيها، بس نفس الوقت لما نيجي نحط البسكوت ما يبوش من السخونه. او لو عملته طبعا الميه سخنه جدا سيبوها شويه تبرد وبعد كده اعملوا الدبه. هعمل النسكافيه ونيجي نبدا نعمل نشتغل على طول. طيب هنجيب طبق يفضل يكون غويطه واسع عشان يشيل النسكافيه، ونقدر كمان نعمل فيه ديبنج للبسكوته وهي كبيره. هنحط 4 معالق نسكافيه، او لو انا مليهم قوي كده ممكن يبقوا 3 بس، انا بحب بحط ممكن تقللوا النسكافيه عن كده، بس انا بحبه كتير عشان الطعم يبقى واضح. هي تيراميسو اصلا اساسها نسكافيه. انا دلوقتي سخنت المايه في الكاتل، بس قبل ما تكمل هطفي وهبدا احط المايه. يعني لو حطينا ايدينا كده نقدر، هي سخنه شويه، طالما سخنه قوي كده ممكن نستنى عليها شويه. طبعا احيانا الميكس ده بنحتاج نزوده تاني واحنا بنشتغل. نقلبه بس كده تقريبا، نتاكد ان مفيش اي حاجه. انا اللي حابب يزود نسكافيه اكتر من كده ممكن نزود، اللي حابب يخلي الكميه زي دي، اللي عايز يقلل طبعا دي بريفرنس، يعني تحبوا طعم النسكافيه قوي ولا لا. اللي هنبدا نعمله هنستنى النسكافيه يبرد شويه. احنا هندب بسكوته في ده ونرصها في الطبق هنا طبقه كامله، وكده نبدا نحط طبقه من الماكس اللي احنا عملناه. النسكافيه بتاعنا يعني ما سبته شويه فبرد شويه، فهنبدا ناخد البسكوت. ده شكل البسكوت الليدي فينجرز، طبعا لو البسكوت اللي عندي مش مهم شكله ايه يعني. خلاص ببدا احط كده بسرعه واشيل وارص هنا. نحاول طبعا على قد ما نقدر نخليها يعني ما تبقاش باشت ماسكه نفسها، لان احنا لو سبناها بس جوه شويه هتبوش. انا بحاول يا دوبك احطها سنه على الوش ده وسنه على الوش ده، عشان بس البسكوت بتاعنا ده تخين شويه، انا بحاول احط
طبعا في حاجات تانية بتبقى اضعف من كده او مش تخينه قوي كده، فيدوبك هنقوم حاطينها وشايلينها على طول، مش محتاجين نحط على الوش ده وعلى الوش ده. طيب انا هرص كل البسكوت بنفس الطريقه دي وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. طيب احنا كده رصينا طبقه كامله كلها، بعد كده بنبدا هنحط بقى الميكس بتاعنا اللي احنا عملناه في الاول. نحط بالمعلقه كده يعني، ممكن نحط شويه ونبدا نفردهم. طيب الميكس ده نحط منه قد ايه في كل طبقه؟ دي برضو الى حد ما بريفرنس، يعني ممكن حد يحبها تبقى تقيله، ممكن حد يحبها تبقى خفيفه، فده بريفرنس. انا بالنسبه لي ما بحبهاش تبقى تقيله قوي، يعني الطبقات اللي في النص انا بحبها تبقى يعني البسكوت باين منها، يعني زي ما انتم شايفين كده، احنا شايفين البسكوت هنا وهنا الى حد كبير يعني، فانا بحبها تبقى كده. في ناس بتحبها تبقى تقيله اكتر، انا بصراحة عن تجربتي دايما كل ما الطبقة دي بتبقى اخف كل ما التيراميسو بتطلع احلى بالنسبة لي، بس ده برضو بريفرنس يعني، ممكن تجربوها كده وممكن تجربوها كده. في ناس بتحب الطبقة اللي محطوطة دي تبقى تقيلة يعني سك طبقة كاملة، انا ما بحبش كده بصراحة، بحب طبقات البسكوت تكون اكتر، بس نفس الوقت برضو مش هنخليها خفيفة قوي يعني، لازم تغطي البسكوت. اخر طبقة خالص بقى بنحطها واحنا بنقفل التيراميسو، هي دي اللي لازم تكون تقيلة شوية يعني اتقل من العادي اللي احنا عاملينه. طبعا كام طبقة بسكوت وكام طبقة ماكس من ده، دي ديبانز على برضو الطبق طبعا اللي احنا بنعمل فيه وانتوا حابينها تبقى عاملة ازاي. انا بالنسبة لي بحس لما الطبقات بتبقى يعني، لو في ده في الليدي فينجرز لو ثلاث طبقات بتبقى تحفه اكتر من اتنين، بس ساعات عمق الحاجه اللي بشتغل فيها ما بينفعش ان انا اعمل ثلاث طبقات. البسكوت بقى العادي عشان بيبقى رفيع انا ممكن اعمل منه اربع طبقات وده بالنسبه لي بيبقى حلو جدا. هرص البسكوت كده، احنا هنعمل طبقه ثانيه. طبعا احنا بنرص البسكوت انا ساعات بحتاج اكسر عشان في حتت بيبقى مش هينفع احط فيها واحده كامله، الموضوع بيبقى اسهل شويه في البسكوت الاربع عشان هو حجمه بيبقى صغير فبيترص على طول. هرص البسكوت كله ونكمل. طيب كده رصينا الطبقه البسكوت الثانيه وكده بتهيألي ان انا خلاص مش هقدر اعمل طبقه بسكوت ثانيه، لان يعني زي ما انتم شايفين كده هي مش عريضه قوي. انا هشوف برضو هحط الطبقه ونشوف اذا كان هينفع نحط طبقه بسكوت ثانيه ولا لا. كده ممكن نحط طبقة تانية تهيألي كده، اعتقد انها تاخد طبقة نزود. كده هنبدا، بصوا انا كده النسكافيه ابتدى يخلص معايا، بعمل ايه؟ بزود نسكافيه تاني معلقتين، والميه اللي في الكاتل لسه دافيه فبالتالي على طول هنصب منها. مش هنحتاج كتير قوي زي المره اللي فاتت عشان كده حطيت معلقتين بس. هنبدأ نصب نعمل طبقة بسكوت كمان. اوكي هرص طبقة البسكوت ونحط فوقيها الطبقة الأخيرة ونكمل بعد كده.
كده رصينا طبقات البسكوت الاخيره. بصوا يا جماعه بجد في حاجه مهمه قوي، انا بحب فعلا تبقى البسكوت في كل حته، ما سيبش حته باينه يعني فاضيه، يعني الموضوع ده فعلا مهم جدا. بس عملنا كده الثلاث طبقات، هحط الكريم عليها وهقول لكم هنعمل ايه بقى في الاخر خالص. طيب كده خلاص حطينا الكريم للطبقه الاخيره، وبرضو عايزه اوريكم من الجنب عامله ازاي شكل الطبقات، طبعا حلو جدا. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده بنبقى عايزين نحط من فوق حاجه تدي طعم. فانا بجيب نسكافيه، احط شويه في طبق نسكافيه، شويه بيبقى فيه حبوب كده اوكي، فانا ببقى عايزه الحبوب دي تبقى مفيش خالص، تبقى باودر، فهفضل اعملها بمعلقه كده عشان نرشها على الوش. هعملها باودر خالص وهنرشها سوا. كده احنا تقريبا يعني هو بقى باودر قوي، بس نبدا بقى نرش على الوش كله خفيف خفيف كده. نرش برضو بايدينا لو عايزين نتحكم اكتر كده عشان ما يبقاش في حتت مليانه وحتت لا. طبعا برضو النسكافيه على الوش ده برضو يعني اوبشنال، في ناس بتحب تحط كاكاو بس انا هحط كاكاو، بيدي طعم حلو، بس طبعا كاكاو المسكر. برضو في اوبشن تاني، طبعا الكريم كراميل باودر اللي احنا استخدمناه بيكون معاه كريم كراميل، فاحنا نقدر نستخدم الكريم كراميل ده ونحطه فوقيها، الكراميل نفسه سوري، كراميل نفسه نقدر نستخدمه ونحطه فوقيها. ده كاكاو اهو، بس نجيب طبعا كاكاو مسكر يعني حاجه زي نسكويك كده، عشان طبعا لو حاجه خام هيبقى مرر قوي. احنا اصلا يعتبر بيتير مثلا متبقاش مسكرة قوي، مش من الحاجات اللي سكرها يعني يضايق، لان هي فيها نسكافيه فبيكسر اي حاجة مسكرة احنا حطيناها. احنا اصلا ميعتبرش حاطين حاجة مسكرة غير الكوندنسد ميلك، ولو حاطين الكريم كراميل باودر ستيل برضو هما سكرهم مش فظيع اوكي. نحاول نظبط كده على الوش كله بس كده. دي يا اما نحطها في التلاجة او في درج التجميد لو موجود، هي طبعا مش بتتسيرف على طول اول ما تخلص كده، لا احنا لازم نحطها في التلاجة شوية، فيا اما تبات ليلة في التلاجة او ليلة في درج التجميد اللي قلتلكوا عليه لو موجود عندكوا، او لو مستعجلين في الفريزر تقريبا ساعة بس بتراقبوها عشان ما تتجمدش، اول ما تحسوا القوام بتاعها مسك نفسه وهي كده خلص. بصوا احنا لو عملنا كده هنحس شوية انها بتتحرك، المفروض ان انا ما احطها في التلاجة تكون خلاص مش بتتحرك، يعني ماسكة نفسها كلها بس، ونقدر نطلع منها بنقطع ونقدم، ولو فضل حاجة بنرجع نشيلها تاني، بتقعد كتير جدا في التلاجة يعني. بس هحط لكم كل المقادير انتو ديتيلز مع الرسبي بس كده. يا رب تعجبكم يعني، يا رب تعملوها وتعجبكم.